تتوالى ردود الأفعال المنددة بتفريق قوات الأمن الفلسطيني بالقوة، مظاهرة خرجت ليلة أمس في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة. أعداد كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية فرقت المتظاهرين مستخدمة الهروات والغازات المسيلة للدموع. المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بسياسات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، والتي تشمل اقتطاع أجزاء من رواتب موظفي السلطة في القطاع المحاصر. طبعا المظاهرة الفلسطينية هذه لم يجر بأيدي قوات الاحتلال عند إحدى الحواجز العسكرية. أولئك من يرتدون زيا مدنيا ويهاجمون العزل ما هم بمستعربين إسرائيليين في مناطق التماس. هذه كلها أحداث وقعت وسط رام الله ليلة الأربعاء، خلالها فضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مسيرة سلمية لم تدع لشيء سوى نصرة قطاع غزة ورفع العقوبات عنه. لقي الصحفيون النصيب الأكبر من الاعتداءات، إذ تم ضرب وسحل واعتقال العشرات منهم، فيما تضررت معداتهم وصدرت هواتفهم النقالة. طاقم عدسة التلفزيون العربي لم يكن استثناء. وهذا يأتي في سياق مستمر من الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين، يعني تتواصل عندما تكون أحداث بهذا الحجم، وهو ما يؤكد بأن هناك سياسة ممنهجة وعقلية قمعية لدى الأجهزة الأمنية مسنودة بغطاء وقرار سياسي من السلطة الفلسطينية. لهذا نحن قررنا مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقررنا إسناد الزملاء في تقديم دعاوى قضائية ضد أفراد وقادة أجهزة الأمن. فهمي عاصي، أسير محرر قضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، تعرض هو الآخر للضرب المبرح خلال مشاركته في المسيرة، فأصيب بردود بمختلف أنحاء جسده، ظل ملاحقا إلى أبواب المستشفى حيث منع من تلقي العلاج. فأثناء في المسيرة كان من الاعتداء أجهزة السلطة على طفلة، حاولت أني أحميها، نهالوا علي بالضرب واعتقلوني، بعدها أرخوني على أساس أني أخرج أتعالج من باب المستشفى، ردوا اعتقلوني، حتى أنا مجروح ممنوع أتعالج، اعتقلوني من باب المستشفى وردوا عادوا التحقيق معي والضرب كمان مرة. يدعو ناشطون بين الفينة والأخرى للخروج في مسيرات تطالب بإلغاء الإجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة، من قطع للرواتب ووقف التحويلات الطبية وتقليص الأموال المدفوعة لقاء الكهرباء المزود لها، إجراءات تدافع عنها السلطة الفلسطينية طالما تمسكت حركة حماس بالسيطرة على القطاع المحاصر ورفضت تسليمه للحكومة الفلسطينية. لم ينسى الفلسطينيون اعتداء مماثلا جرى السنة الماضية، حين قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية متظاهرين في مقدمتهم ذوو الشهيد باسل الأعرج. تصرفات كهذه لا تنسف كل الشعارات حول احترام حقوق المواطن وحرية التعبير فحسب، بل تؤدي دور المحتل أيضا كما يرى كثير من الفلسطينيين. بشار صغير، التلفزيون العربي، رام الله. تنضم إلينا من رام الله الأستاذة جيهان عوض الصحفية الفلسطينية، وأيضا الأستاذ محمد هواش المحلل السياسي. أبتدي معك أستاذة جيهان، بداية حضرتك ممن حضروا بالأمس هذه التظاهرات وأيضا للأسف يعني ممن تعرضوا للضرب، برأيك لماذا كان هناك استهداف كبير ومباشر بهذا الشكل للصحفيين بالدرجة الأولى؟ يعني مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. منذ وصولنا وكان هناك قرار بمنع التصوير، هكذا قيل لنا. أيضا من أخبرونا هم كانوا بلباس مدني، كانوا لا يريدون للصورة أن تصل، وأنا أقول لك بأن ما وصل هو 20% ربما من الاعتداءات. أتصور ماذا لو صورنا، لو استطعنا فعلا نقل كل ما حصل في الميدان، ربما ستكون هناك كارثة وصدمة في المجتمع الفلسطيني. كان هناك منع، أحد أفراد الأمن الوقائي قال لي بصراحة لا تنشري غسيلنا الوسخ،
طالما تعرف أن هذا غسيل وسخ، يعني أنا قلت له أنني أنا مهمتي نقل الصورة، إن كان وسخ لن أقول نظيف، وإن كان نظيف لن أقول وسخ، مهمتي فقط نقل الصورة. لكن أكثر من 4 مرات تم منعي من التصوير وسحب جوالي وبلباس مدني، يعني كان يقال لي نحن مواطنون ولا نريد فتنة وغير ذلك. ومن ثم حين أرفض التوقف عن التغطية يقال لي أنهم أجهزة أمنية وأن هناك أوامر ويتم التعامل بعنف. يعني ما الذي تخشى السلطة من أن تنقلوه كصحفيين؟ ما الذي تريد أن تخفيه السلطة الفلسطينية اليوم؟ الصورة كانت جدا بشعة صدقا، يعني أنا كصحفية غطيت الكثير من الانتهاكات التي حصلت بحق الصحفيين، ضرب بالهراوات، اعتقالات، لكن الذي حصل البارحة كان شيء صادم. كانت هناك رغبة عارمة بالبكاء ربما في داخل كل أحد منا، أنه عن جد إحنا هيك، كان كل حدا فينا بتطلع بالتاني بقول عن جد إحنا هيك، كل هذه البشاعة التي حصلت، اعتقالات، سحل بالشوارع، هذا لم نشهده من قبل. يعني كنا نشاهد ربما على شاشات التلفزة في مصر وغيرها وكنا نستهجن ذلك، البارحة حصل في مدينة رام الله، وربما نقلت بعض يعني المشاهد من سحل الشباب الفلسطيني على الأرض المتظاهرين والضرب والصعق بالكهرباء، قنابل الغاز على المنارة في فترة أعياد، يعني هناك مسنين، هناك أطفال، لم يتم مراعاة وجود وكثافة السكان وتم ضرب ترويع المواطنين. سيد محمد أفداءهم على المتظاهرين. سيد محمد هواش، يعني لا يمكن المرء إلا أن يجد نفسه حيال عقد مقارنة بين هذا المشهد يوم أمس ما وصلنا منه وبين المواجهات التي تجري مع جيش الاحتلال. برأيك لماذا تريد السلطة الفلسطينية أن تعطي هذا الانطباع عن نفسها اليوم، وما هي الرسالة التي تريد أن توجهها ربما اليوم للداخل الفلسطيني وليس لأي أحد آخر؟ أولا مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. المسألة الثانية أو الملاحظة الرئيسية أنه لا يجوز مقارنة السلطة الفلسطينية بالمواجهات. قلت المشهد، لم أقارن السلطة الفلسطينية سيدي، المشهد قارنا المشهد. اسمحي لي بأن أوضح الأمر الآخر، أن كل فلسطيني يرفض ما جرى، يرفض الاعتداء على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى الصحفيين بالدرجة الثانية. هناك قادة في منظمة التحرير الفلسطينية أدانوا اليوم وطالبوا السلطة بالتوقف عن هذا عن هذه الممارسات وهذه الأشكال الجديدة في العمل ضد المواطنين وضد حرية الرأي وضد التعبير وضد التظاهر وكل هذا. هذا يعني حدث للمرة الثانية خلال سنة يحدث ذلك. بالأمس، أول أمس، كانت هناك مظاهرة وسمح لها، وقبل ذلك أيضا كانت هناك مظاهرة وشارك بها المئات لنفس الأهداف، يعني التضامن مع غزة ومطالبة السلطة الفلسطينية بصرف الرواتب للذين قطعت رواتبهم في قطاع غزة أو اقتطعت جزء من رواتبهم في قطاع غزة. هذا الأمر هو يعني خطأ مبني على تقدير تقني وليس على انحراف في السياسة أو انحراف في الأهداف أو توجهات جديدة لدى السلطة الفلسطينية نحو يعني تكريس نهج القمع والاعتداء على الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم. وبالتالي كانت هناك سيد محمد، ولكن أنت تصف ما حدث بالخطأ التقني، لكن هذا الخطأ من أين بدأ؟ بدأ أنه مكتب الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بمنع التظاهرات، من أين يبدأ هذا الخطأ برأيك؟ الخطأ بدأ من تقدير مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بتعميم على المحافظين بمنع التظاهر خلال يعني نشاط العيد، لأن يعني المواطنين ومراكز المدن مليئة بالمتسوقين خلال الأيام الثلاثة الماضية، اليوم وأمس وأول من أمس، وطالب يعني المستشار من المحافظين عدم ترخيص أي تظاهرة. وعندما تم يعني تجاوز قرار يعني عدم ترخيص المظاهرة اعتبرت السلطة أن هذا تحديا، وهذا خطأ من السلطة أعتقد، وبأن السلطة بسلوكها كانت يعني أسوأ محامي لأكثر قضية عدالة في الكون. وبالتالي يعني لا يوجد أحد فلسطيني يدافع عما جرى، أعتقد بأن هذا خطأ يجب ألا يتكرر. نعم. وبأن كل الفلسطينيين أدانوا هذا الإجراء، وهذه الإجراءات غير مسبوقة. طيب، وليست جزءا من التقاليد أيضاً.
تقاليد في الحركة الوطنية الفلسطينية. ماذا عن القرار السياسي هنا؟ يعني إذا كان السلطة تسعى إلى المحافظة على أجواء العيد في رام الله بينما تمنع وصول مرتبات الموظفين في غزة، هل هذا شعب وذاك شعب؟ هل اليوم سيصبح الانقسام على مستوى الشعب أيضا في فلسطين سيد محمد والمسؤول عنه للمرة الثانية أيضا السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية لم تقطع رواتب موظفي قطاع غزة على الإطلاق، تصرف هذه الرواتب منذ الانقلاب وما قبل الانقلاب، تصرف رواتب لمئة ألف موظف في قطاع غزة، تم اقتطاع جزء من رواتب 35 ألف موظف، 15 ألف مدني و20 ألف موظف عسكري، معظمهم من حركة فتح، ولأسباب حتى الآن هناك نقاش داخل السلطة الفلسطينية وداخل منظمة التحرير وفي كل المستويات السياسية لإعادة هذه الاقتطاعات واعتبارها ديون على السلطة الفلسطينية إلى حين يعني توفر أموال كافية لدى السلطة ولدى وزارة المالية. وهناك تقديرات بأن هذه جزء من الضغوط على حركة حماس من أجل العودة إلى الحوار وإنهاء الانقسام وتشكيل وحدة وطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها يعني تحمل المسؤوليات كافة فيما يتعلق بقطاع غزة. أستاذة جيهان، أيضا فيما يتعلق بالتحركات الشعبية، هل هناك للاستمرار نية للاستمرار بهذه المظاهرات من قبل الأهالي في رام الله؟ أكيد، يعني النفس الذي بدأت فيه الحملة قبل أيام، يعني وبدأنا سابقا حتى ليس قبل أيام التحرك على الأرض، كانت هناك حملة إلكترونية ومن ثم بدأ التحرك على الأرض، الحملة مستمرة حتى تحقيق الأهداف. كما تحدث الأستاذ محمد، إذا كان هذا خطأ تقني إلى هذا الحد يمكن تسخيف حتى المصطلحات، هذا الخطأ التقني أوجعنا في كرامتنا. نحن في وسط رام الله ضربنا وتقلنا وسحل الشباب الفلسطيني، ضربت الفتيات، يعني هذا الخطأ التقني لا أعرف، يعني ستقام كالعادة لجنة تحقيق وتموت القضية بهذا الشكل. أيضا من الجيد الإشارة أن معظم الذين يعاقبون في قطاع غزة هم من حركة فتح، بالتالي نحن خرجنا لنتحدث أو لندافع عن كرامة الإنسان الفلسطيني. 2 مليون فلسطيني محاصر من قبل الاحتلال، وهناك نسبة الأدوية التي نفذت في قطاع غزة، هناك مصابون بالسرطان لا يستطيعون الخروج أو التحويلات الطبية التي وقفت، وأيضا الجزء الذي اقتطع من الرواتب وصل إلى 50%. يعني الإنسان الغزي فوق حصار الاحتلال وفوق ما يعانيه، أيضا اليد الفلسطينية تمتد لتضيق الخناق على أعناق أهلنا في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة جيهان عوض الصحفية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله، وجزيل الشكر لك أستاذ محمد هواش المحلل السياسي. شكرا لكم.